استعدادات خاصة يقوم بها نجم الأغنية الشعبية الأبرز حكيم استعدادا لحفل الغنائي الأهم في مسيرته، والمقرر إقامته على مسرح أوليمبيا العريق في باريس يوم 23 سبتمبر الجاري. ودي المرة الأولى لفنان مصري من الجيل الحالي بيقف على خشبة مسرح أوليمبيا بعد كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. حكيم في المؤتمر الصحفي الخاص بيه كشف لينا عن استعداداته للحفلة. أعلن حكيم خلال المؤتمر عن البلاد التي ستقام بها حفلات الجولة، وهي أسبانيا وهولندا، وأهمها حفله بمسرح أوليمبيا بفرنسا. كونوا من اختاروني أن أنا أغني على المسرح ده شرف كبير ليا، بعد 50 سنة من وصول السيدة أم كلثوم للمسرح ووقوف عليه، والأستاذ عبد الحليم حافظ المرحوم عبد الحليم حافظ طبعا من 43 سنة. يكفيني فخر أن الأغنية الشعبية بتقدر من كل أنحاء العالم، وان هي العالم كله بيهتم بيها، وان هي وصلت للمكان ده، ده شرف كبير ليا وفخر ليا ان انا وصلت بيها لغايه المكان ده. بعد جولاته العديده في اوروبا وذهابه للغناء على اكبر المسارح، هل بيصنف حكيم نفسه كمطرب عالمي؟ والله انا ما اقدرش اقول، بس انا بحاول ان انا اكون متواجد في السوق العالمي. يعني هي اللغه عائق اكيد، يعني اللغه بتعوق ده، بس انا ببقى الاغنيه الفرنسيه موجوده بس مش عالمية، الأغنية الألمانية موجودة بس مش عالمية، أنا عايز الأغنية العربية تبقى موجودة، الأغنية المصرية تبقى موجودة في السوق العالمي، وأتمنى أنها تبقى عالمية، أتمنى يعني ليه لا. قدم حكيم خلال مشواره الغنائي أكثر من ديو، جمع بنجوم عالمية أمثال جيمس براون وأوليجا ودون عمر، لكنه مازال يحلم بتقديم ديو مع نجم آخر. دلوقتي أنا نفسي أغني مع بصراحة مع برونو مارس، ده مطرب أمريكاني طالع، ده ولد جميل هايل، أنا بحبه. حضور حميد الشاعري في المؤتمر لم يكن صدفة، بل كان تمهيدا لمشروع قادم بينه وبين حكيم. احنا بنجهز الالبوم ان شاء الله، ويكون حميد معايا ان شاء الله في الالبوم الجديد ان شاء الله، هو اللي هيوزع الالبوم ان شاء الله. وبعد نجاح اخر اغانيه على وضعك، حكيم بيتجه للون الدرامي في اغنياته القادمة. اغنية هتبقى شتوية بقى، اللي هي دراما، هو الاغاني الدراما دايما تنزل في الشتاء مع المطر كده، والواحد يبقى رايق كده والإزاز بيندع المية دي، وتسمع أغنية دراما بيبقى إحساسها جميل.